أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلن سوق العراق للأوراق المالية تداول أكثر من مليار سهم بقيمة 1,162,000,000 دينار عراقي. وقال السوق إن عدد الشركات المتداولة بلغت 38 شركة، وإن هناك 19 شركة موقوفة بقرار من هيئة الأوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي، مشيرا إلى أن عدد الأسهم المشترى من قبل المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغ 42 مليون سهم بقيمة 166,000,000 دينار. واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الدينار العراقي بشكل تدريجي في البورصة الرئيسة في بغداد، وسجلت بورصة الكفاح في بغداد 147,700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كان التداول في بورصة الحارثية ب 147,650 دينارا لكل 100 دولار. وعزى بعض أصحاب شركات الصيرفة ارتفاع الطلب على الدولار إلى إعلان الحكومة بقاء سعر الصرف الحالي دون العودة إلى التداول بالتسعيرة السابقة. أعلن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي. وقال الكاظمي أن احتياط البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 مليار. ويمر العراق بأزمة اقتصادية دفعت حكومة الكاظمي إلى تعويم الدينار لتتمكن من دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين موظفا ومتقاعدا. واصلت الديون المصرية ارتفاعها بعد بيانات رسمية أشارت إلى زيادة الدين الخارجي بنسبة تجاوزت 14% العام الماضي مقارنة بعام 2019. وأوضح البنك المركزي المصري أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر وصل إلى 14.7% على أساس سنوي، مسجلا 129.19 مليار دولار مقارنة مع 112.67 مليار دولار في عام 2019، بزيادة بلغت 16.5 مليار دولار. توقع صندوق النقد الدولي أن تعود اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا مبكرا إلى مستويات ما قبل الوباء خلال عام 2022 المقبل. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023، مشيرا إلى أن التعافي يسير على مسار متباين، إذ يلعب تقديم اللقاح دورا مهما في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي. وأكد الصندوق أن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تشهد تقلصا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا. تراجعت أسعار النفط وسط زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والمخاوف من ارتفاعها مرة أخرى في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسجل خام برنت انخفاضا ب 18 سنتا ليصل إلى 62.77 دولارا للبرميل الواحد، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 59.11 دولارا للبرميل. يأتي هذا في الوقت الذي أبلغت الهند فيه عن تسجيل حالات جديدة قياسية، بينما تشهد أجزاء أخرى من آسيا ارتفاعا في عدد الحالات. ختام الموجز، إلى اللقاء.